وصل الرئيس عبد الرب منصور هادي مدينة نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وبحسب وكالة سبا الرسمية، فإن الرئيس هادي سيلقي كلمة اليمن في الدورة، والتي سوف تتناول واقع البلاد وما تعانيه جراء الحرب التي شنتها ميليشيا الحوثي وصالح. وذكرت الوكالة أن الرئيس هادي سيلتقي في نيويورك عددا من رؤساء الدول والوفود المشاركة في أعمال الدورة 71 لجمعية الأمم المتحدة.